أبو رائد، تأكل ملوخية؟ ملوخية؟ أنت طيار؟ صباح الخير كابتن. كان في ولد صغير وكان طموحه إنه يصير في يوم من الأيام طيار وطار في كل أنحاء الدنيا. سيبوا لي كل زبات. مين؟ أبو رائد. قلنا المغامرات حول العالم. سدوا اللي بدكم إياه، بس هو مش طيار. نزلنا ما بصير طيار دنيا. مش لابس هيك. كل هالكتب والعلم والمعرفة نعم النظافة. كان يا ما كان قبل مدة من الزمان في واحد اسمه كابتن أبو راي.